لعبة الزربادي هي أحد أقدم الفنون الشعبية التي تشتهر بها مناطق وادي حضرموت، ولا زال الناس متمسكين بها ومحافظين عليها من الاندثار. لم يعرف تاريخ نشأة اللعبة، لكن معظم الروايات تتحدث بأنها تعود لأحد الأسر التي كانت تكتن منطقة الغرفة القريبة من مدينة سيئون، حتى إنها سميت باسمهم. الزربادي الذي هي اللعبة أو الألعاب الموجودة القديمة في حضرموت هي تسمى لعبة ثلاثة في ثلاثة، وهذا سر من أسرار الألعاب القديمة الموجودة عندنا في تريم، والتي لا نبث هذه الأسرار إلا لأهلها والمتخصصين فيها، ويبقى هذا من الألغاز. بهذه الحركات يتلاعب الراقصين على أنغام وأصوات طبولي وآلات الزربادي كواحدة من الألعاب الشعبية التي تحظى باهتمام واسع في مختلف المناسبات. لأداء لعبة الزربادي يستخدم العديد من الآلات الموسيقية التقليدية، ولعل أبرزها الهاير وهذه الطبول بالإضافة إلى آلة الناي. فرقة تتكون من المجروف وهو رأس العدة أو مقدم العدة، ثم الهاير وهو أحد أشخاص وهو ما يقوم بإدارة شؤون العدة، أيضا المرفع والذي يقوم أيضا بترتيب أمور العدة. للحفاظ على هذا التراث في وادي حضرموت أنشأ مجموعة من الشباب في مدينة تريم كيان أطلقوا عليه نادي عشاق الزربادي. أقيم هذا النادي وله أهداف، منها الحفاظ على هذا الموروث الشعبي الأصيل، تعليم الشباب أو الجيل الصاعد لهذا الفن أو هذا الموروث. ما تزال لعبة الزربادي تحظى باهتمام كبير من قبل محبيها وعشاقها، لما يرون فيها من إبداع ودقة في صوتها ورقصاتها التي يتمايلون على أنغامها. يسعى نادي عشاق الزربادي بتريم إلى إحياء هذه اللعبة الشعبية وتعليمها للجيل الجديد خوفا من اندثارها. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة تريم حضرموت.